استغلال المعلومات حصلت عليها فصيلة مكافحة سرقة المركبات وتهريبها، تم لفرقة الجنائية ينصحوا ولاية الشرطة القضائية بأمن ولاية شلف تفيد بقيام أشخاص يقومون بإدخال المركبات عن طريق التهريب الدولي وتزوير ملفاتها القاعدية وتسويقها وبيعها عبر مختلف ولايات الوطن. وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة الأبحاث والتحريات، مكنت العملية من توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة وطنية لتزوير ملفات القاعدية للمركبات، واسترجاع 7 سيارات من مختلف العلامات التجارية. وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية وحيل المشتبه فيما أمام الجهات القضائية بشلف.